ليس نهاية القصة. ولمناقشة هذا الملف نرحب من ضيفنا من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنس أبو عرقوب. مساء الخير أستاذ أنس، لماذا هذا الاهتمام الإسرائيلي الكبير، يعني نتحدث على المستوى الإعلامي الاستخباري وحتى الأمني، بتحليل أبعاد ورسائل هذه المناورة للسنة الرابعة للركن الشديد للمقاومة الفلسطينية في غزة؟ أولا يعني يرون في إسرائيل أن هذا الحدث كبير جدا، ويعني يتضمن ويحمل في ثناياه رسائل مباشرة للإسرائيليين، للقيادة الإسرائيلية وللمجتمع الإسرائيلي. هذه رسائل بالنار، يعني تريد الفصائل الفلسطينية كما رأتها إسرائيل أن تقول نحن كلنا موحدون معا في حال تم يعني المساس في الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، أو في حال نفذ بن غفير تهديداته وتعليماته بشأن الإجراءات الانتقامية من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال. هي ورسالة نحن موحدون، ونحن يعني نمسك بزمام النار. هذه الرسالة أيضا لها كما قرأتها إسرائيل يعني تشكل دفعة معنوية للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم في القدس المحتلة التي يحاول الاحتلال الاستفراد بها بتغيير طابعها السكاني والعمراني وحتى الديموغرافي. وأيضا رسالة مهمة للفلسطينيين داخل الخط الأخضر بضرورة يعني الانحياز لبرنامج البرنامج الفلسطيني الموحد الذي يعني يضع إسرائيل عدوا واحدا لكل الفلسطينيين. أستاذ أنس، في تطورات ميدانية مهمة بهذه المناورة التي بدأت بصليات صواريخ، احتلال مواقع، خطف جنود، وحكت حربا كاملة وشاملة مع إسرائيل، وأيضا هذا يتزامن مع عودة يعني تهديد أو رفع مستوى التصعيد والتحدث الإسرائيلي من قبل قياديه عن عودة الاغتيالات المركزة لقادة فصائل المقاومة. بالمقابل، لأنك أشرت اليوم، يعني هل تعتبر هذه المناورة هي عامل إسناد لهذه المواجهة الشاملة انطلاقا من توسع جغرافية هذه المقاومة من شمالها إلى جنوبها في الضفة وما يجري كذلك في القدس؟ يعني هذه المناورة تلت وأعقبت محاولة من قادة جيش الاحتلال يعني تغيير قواعد الاشتباك بشكل عام. أرادوا أن يضعوا يعني أن تعويض الفشل في الضفة الغربية ومحاولة ثني الشبان والخلايا والفصائل عن تنفيذ هجمات بتهديدهم والقول لهم كل هجوم في الضفة الغربية سيتبعه غارات وعدوان موسع يستهدف قطاع غزة. أرادت الفصائل مجتمعة أن تقول للاحتلال لا مكان لتغيير قواعد الاشتباك وإدخال معادلات جديدة. جيش الاحتلال الآن يواجه فشلا مركبا في الضفة الغربية، نطاق الهجمات يتسع في الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب. أيضا هناك أمر يعني في غاية الأهمية، حالة من العجز الاستخباري. نحن نتحدث عن أسابيع طويلة وهناك غرفة عمليات مشتركة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، الشباك وجهاز أمان لإلقاء القبض على منفذ عملية حوار الأخيرة. وفي ظل هذا الاستنفار كله هناك حوالي 20 كتيبة منتشرة في الضفة الغربية، كتيبة احتياط
وهناك عدة كتائب ووحدات، يعني تدخل سريع من القوات الخاصة، ومع ذلك في ذروة هذا الاستنفار وعشية الأعياد اليهودية نجح يعني مسلح فلسطيني في يعني في تنفيذ عملية خاطفة في محور حوارة. هذا يعني كله يعني هذه هي الصورة العامة. الاحتلال يفشل في الأرض، ولكن ما هي التحديات أستاذ أنس بمقابل هذه الإنجازات التي أشرت إليها والتي تختبر فيها المقاومة جهوزيتها وتطور الأداء الميداني الكبير وإمكانيات المواجهة برسالة أعمق اليوم يمكن القول للمحتل الإسرائيلي؟ ولكن بالمقابل نحن نتحدث عن قطاع غزة المحاصر الليلة، يعني قبل ساعة من الآن سقط 4 شهداء بشرقي قطاع غزة عند الحدود بانفجار قنبلة، أيضا في المقابل حصار مطبق على قطاع غزة. يعني أتحدث عن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي، غادر من القطاع، ولكن على ما يبدو ليس هنالك من اتفاق أعلن حول كيفية خارطة الطريق أو الاستراتيجية والرؤى لإعادة إعمار قطاع غزة في ظل الكثير من التحديات التي يعانيها. هل هنالك من ضغوط تمارس خارجية على القطاع بموازاة هذه الإنجازات الميدانية والعسكرية؟ يعني إسرائيل المتمثلة بالقطاع بالحصار الخانق في قطاع غزة، هذه الحكومة هذا هو برنامجها السياسي، تشديد الحصار على قطاع غزة يعني أملا في انتزاع تنازلات سياسية ويعني لإخراج يعني ولإخراج بعض من خيارات الفصائل يعني لتحجيم خيارات الفصائل الفلسطينية ووضع سقف منخفض لها، لكن هذه السياسة في اختبار الواقع تفشل. في كل مرة يزداد الحصار ويزداد الضغط على قطاع غزة فيعني يكون الفلسطينيين ليست قضية ظروف حياتية، هذا ما تعجز إسرائيل عن إدراكه ويصر الفلسطينيين على التمسك به. فلسطين يعني قضية غزة هي قضية القدس، قضية اللاجئين، قضية التحرير الكامل لفلسطين من نهرها إلى بحرها، هكذا يعني هو الواقع، وهذا ما تدركه إسرائيل يعني في قرارة نفسها، لكنها تريد يعني عدم التطرق لذلك حفاظا على معنويات جمهورها. إسرائيل يعني تمارس حربا نفسية على الفلسطينيين، تريد إظهار أنها قادرة وبإمكانها الاستفراد بكل يعني بكل طرف فلسطيني وجهة فلسطينية حسب وجودها الجغرافي على حدة. طب أستاذ أنس، ليس هنالك من مقدرة إسرائيلية، نعم يعني إذا ليس هنالك من مقدرة إسرائيلية اليوم على تجزئة وتقسيم هذه الجبهات الفلسطينية ورسائل الوحدة، من أهم الرسائل أيضا يعني ما تضمنته هذه المناورة بتفاصيلها هي محاكاة سيناريوهات خطف جنود، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لقضية الأسرى ونحن نتحدث عن أقدس القضايا بالنسبة للشعب الفلسطيني، هي قضية موحدة لكل أطيافه لكل فصائله، وأيضا نحن نتحدث عن مسار تصاعدي بمواجهة الأسرى اليوم لمخططات هذه الحكومة اليمينية الفاشية وأمثال بن غفير، كيف تنعكس بالرسائل هذه المناورة أيضا على قضية الأسرى؟ أولا يعني في إسرائيل ومنظري الحرب الإسرائيليين يدركون أن الأقصى والأسرى خط أحمر، حتى تقارير أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت الكابينيت بحضور بن غفير وبقية المدانين بالإرهاب في 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 هذه الحكومة أن ملف الأسرى وأيضا المسجد الأقصى المبارك يعني سيوحد الفلسطينيين وسيشعل النار
في كل يعني خطوط التماس في القدس المحتلة وأيضا داخل المدن الفلسطينية عام 48 داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وعلى الحدود. وهنا الأخطر يعني أن الفلسطينيين الآن العقيدة الأمنية الإسرائيلية باتت تعلن أنها ترى فيهم يعني كتلة بشرية واحدة في هذا الملف. هذه المناورة تريد التأكيد على ملف الأسرى، أنه في حال يعني استمر هذا الوضع فإن السبيل الوحيد لإنهاء هذا الملف هو تبييض سجون الاحتلال بالطريقة المعهودة التي يعني بلغت ذروتها في صفقة أحمد جبرين وأيضا في الصفقات الأخيرة، هي أن الأسرى يعني يتم استعادتهم بالحديد والنار بأسر الجنود. هذه هي القاعدة وهذه هي الرسالة. أيضا يعني يراد من هذا الأمر شحذ الهمم وتوجيه الطاقات داخل يعني داخل الضفة الغربية وأيضا داخل الأخضر، يعني حتى تقوم خلايا أو شبان منفردون بتنفيذ عمليات أسر أو لجنود أو لمستوطني الاحتلال. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أنس أبو عرقوب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا مباشرة من رام الله.